برضه هو اللي رجع التكست كان مدرب بس احنا كبرنا لو انا جيت اديت لحد دي كل الالم ده حطيته في ايديه هيعمل ايه؟ ولا حاجه بيمسكه بقى يا يمسكه يا ما يمسكوش. اشمعنى؟ لانه عنده كامل ارادته الحره اللي اسمها سيريبرال كورتكس. اما لو في بيبي لسه مولود حطيت القلم في كف ايده هيمسك خلاص؟ سواء كان عايز او مش عايز ولسه مش مرحله العوله اساسا. وبالتالي يا جماعه نبقى عارفين في بعض الريسبونس اللي البيبي بتعملها بشكل ريفلكس بتعملها لا اراديه. يمكن اشهر حاجه هي الصمت ده من رحمه ربنا خلاص. تعالوا ما نشوف يا جماعه ايه فكره النيوريتال ريفلكس. النيوريتال ريفلكس دي ار جروب اوف ريفلكسز ذات ار ميديتد باي ذا سبكورتيكال سيمبلس. دي ار جروب اوف ريفلكسز ذات ار ميديتد باي ذا سبكورتيكال سيمبلس. بمعنى ايه يا شباب؟ سبورتيكال ده يعني ايه؟ بيزا كانجليا سالاموس هايبو سالاموس ايدر سباينال كورد كل ده اسمه سبورتيكال خلاص. ده ميديتد باي جراي مادر بتاع السبورتيكال سنترز تمام. يعني مثلا البيبي لو انت جيت تخضه في الخض اسمه مور ريفلكس مور ده تخض البيبي باي طريقه يقوم يتفزع منك. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ اجزاء في البيزا كانجليا خلاص. جراس ريسبونس تحط حاجه في ايده فيقفل عليها خلاص. تحط حاجه بوقه فيعمل سايكلينج موفمنت. كل ده بيتم باي سبورتيكال سنتر سنسوري افرين سنتر افرين افكت فور ده ملوش علاقه بايه؟ بالسيريبرال كورتكس. لما السيريبرال كورتكس ديفلوب بعد كده تبدا السيريبرال كورتكس تباعا تعمل تحكم في هذه الريفلكسز. يبقى امتى السيريبرال كورتكس تتحكم فيها؟ اولا لما هي تبقى ماتيور، ثانيا لما يحصل ماينيشن في الوايت مارك اللي توصل الاشاره العصبيه بتاعت الكورتكس لايه؟ لهذه السنترز اللي تحتها. طبعا هتعرفوا ان شاء الله لما تاخدوا اليورو ان الدور الرئيسي للسيريبرال كورتكس في السي ان اس انهيبيتوري نيتشر. يعني السيريبرال كورتكس بتحوش السي ان اس انه يشتغل بس. بتتحكم تحكم سلبي في تصرفاته مش تحكم ايجابي معظم الاحيان يعني. يعني مثلا يا جماعه الميتيوريشن خلاص؟ البيبي لما بيتولد اللي بيحصل؟ بلادر تتملي تفضلي، بلادر تتملي تفضلي، وزود اني ريسبكت لاي حاجه، مش كده؟ لكن مع الوقت الكورتكس بتعمل ايه؟ بلادر تتملي لا مش وقته، ما ينفعش دلوقتي، خلاص؟ طب اول ما ينفع تقول البلادر براحتك. مش بتخليها تفضي، بتخليها تعمل اللي هي كانت هتعمله. واخدين بالكم الفكره؟ اذا الكورتكس الطبيعه بتاعتها على معظم السنترز اللي تحتها ايه؟ ان بيتر النيتشر يمكن معانا بس الايه الموفمنت فيها حاجه بوزيتيف يعني، لكن الباقي كله ايه؟ ان بيتر إذا الثانية النيوريتال ريفلكسز هي ار جروب اوف ريفلكسز ذات ار ميديتد باي سبكورتيكال سنترز. بتكون موجودة ساعة الولادة أو بعدها بفترة بسيطة. وبتستمر الفترة، الفترة دي تطول أو تقصر على حسب إيه؟ ماتيوريشن اوف سبكورتكس أند ماينيشن اوف سبينال كورد. خلاص؟ إذا أنا عندي في الصفحة الثانية قبل ما أتكلم عليهم في حاجة اسمها سيجنيفيكانس اوف ريفلكسز. هحطها في الصفحة الثانية رغم إنها كانت في الأولانية ليه؟ عشان الجدول بس نقدر نحطه في الصفحة دي. خلاص؟ لأن الجدول عصبتين شكل فدي بتتقال قبل الجدول يعني، ذاكروا قبل الجدول. إيه هي السيجنفيكانس أوف ريفلكسز؟ أول حاجة في السيجنفيكانس ركز في الكلام، لو الريفلكس كان موجود في الوقت اللي المفروض يكون موجود فيه، إيه رأيكم؟ عادي. خلاص؟ يعني مثلا المور ريفلكس موجود ساعة الولادة ويكمل لغاية الأسبوع لغاية إيه؟ لغاية الشهر الرابع للشهر السادس. خلاص بقول 4 ل 6 شهور اقصى حاجه 6 شهور خلاص. جيت على عيل عنده 3 شهور تعمل له مور فعمله عادي عادي خلاص. طيب لو الريفلكس كان ابسنت ات ذا تايم ات شود بي بريزنت. يعني هو كان المفروض يبقى موجود وما لقيتوش مش لقيته خالص على ناحيتين يبقى المشكله فين؟ يبقى السب كورتيكال سنتر اللي كان بيعمله فيه مشكله. يعني لو الريفلكس ده كان في البيزا الجانجليا يبقى في مشكله في البيزا الجانجليا. ريفلكس جاي من السالاموس يبقى في مشكله في السالاموس. من السباينال كورد يبقى في مشكله في السباينال كورد خلاص. طيب ايه اكبر مثال؟ اكتر مثال للبرين دامج هو الهايبوكسي اسكيميك انكيفالوسيس.
ده موضوع حتى التفصيل الممل ان شاء الله. هايبوكسيك اسكيميك انتفالون اللي هو البيبي اللي بيتعرض لبريميتا اسفيكسي، اللي هو البيبي اللي الابجر بتاعه ما كانش حلو وما تصلحش. تاني، اللي هو البيبي اللي الابجر السكور بتاعه ما كانش حلو وما تصلحش، فضل وحش، فضل وحش لفتره اكتر من 5 دقائق، فكده جاله هايبوكسيك اسكيميك انتفالون. بريزنت يا جماعه، اول حاجه ريفلكس ميدي ابسنت ات ذا تايم شود بي بريزنت، يبقى برين دامج. طب افرض الريفلكس بقى بريزنت ات ذا تايم شود بي ابسنت، يعني المفروض ان المور ده بيختفي على الشهر الرابع السادس، جيت على سنه تعمل المور لقيته موجود، فمعناها ايه؟ ان ما حصلش مايجريشن او الكورتكس فيها دامج، يبقى سيريبرال بولسي اللي هو بالعربي اسمه الشلل الدماغي او اسمه بالبلدي دمور المخ. خلاص، يبقى تاني لو بيبي كان عنده سيريبرال بولسي، سيريبرال بولسي هيخد ريفلكس ايه؟ persistent after the time it should be absent. طب افرض جيت تعمل ريفلكس ايده على الناحيه والناحيه الثانيه لا، يونيلاترال ريسبونس، يبقى الناحيه الثانيه فيها حاجه لوكال. يعني يا جماعه النور مثلا هنعرف بعد شويه ان البيبي ايه، بلاش النور، جراس ريسبونس، حتى جراس ريسبونس لما تحط حاجه في ايديه يقفل عليها، في يمين قفل شمال ما قفلش، في حاجه في المسلز اللي موجوده في الشمال، في فراكشر موجود في الهاند، في حاجه في المسلز بتاعت الهاند، في حاجه في البريكا البريكسس اللي في الديه. خلاص، ده النور يعمله بدل ما يعمل كده راح جاي عامل كده بس، والناحيه الثانيه واقفه ما اتحركش، يكون الكلاف مكسور، يعني الهيومرس مكسور، يعني البريكا البريكسس فيها مشكله. خلاص، اذا يا جماعه يونيلاترال ابسس يونيلاترال بروبلم، حاجه غالبا لوكال من السنتر. طيب افرض لقيت الريفلكس مبالغ فيه، يعني مبالغ فيه جيت تعمله عمل ريفلكس بس بشكل رهيب، خلاص مع مينيمال ستيمولس، يبقى البرين فيه برين ريفيشن، في برين ريفيشن زي حالات الكرنكتراس. الكرنكتراس اللي هو بين بيروبن بيروكسي بيكون في اوله في برين ريفيشن وبعد كده برين دامج. ففي الايرل كرنكتراس هتلاقي ريفلكسات زايده شويه، وفي الليت بعد ساعات بسيطه على فكره هتلاقيه بقى لوست ريفلكس. الحاجه الخامسه ان الريفلكس دي تصلح لتحديد الجستيشنال ايج. بمعنى ايه؟ بمعنى هو يا شباب السب كورتيكال سنترز دي، يعني العيل بيكون من اول يوم في الحمل عنده ولا بتظهر برضه مع الوقت؟ مش كده؟ يعني هل البيزك جانكلا دي مش محتاجه برضه وقت في الانتر ادرينال عشان تديفلوب؟ وبالتالي في بعض الريفلكس بتظهر في وقت معين، الوقت المعين ده هو وقت ايه؟ وقت اكتمال السنتر بتاعهم. يعني نقول مثلا ان المونو ريفلكس بيبدا ظهوره من الاسبوع ال 28، يعني لو البيبي اتولد عمره 28 اسبوع وانت طالع 28 اسبوع حمل اقصد يعني، خلاص؟ يعني اكمل 28 اسبوع في الانترا دراي لايف وانت طالع هتلاقي المونو موجود. طب لو اقل من 28 يبقى مش موجود، وده بينفع في الخلاف، يعني مثلا انا وحد منهم اختلفنا. انا جيت قيمت الحاله قلت الواد ده عمره 29 اسبوع، في طريقه انا عارفها اخر تسكو في اسمها بدل سكول. خلاص؟ بنعرف بيها العمر الرقمي ده، بس دي سبجكت تعتمد على الخبره. خلاص؟ فانا قلت 29 اسبوع، جاي واحد منهم قال لي لا ده 27. يعني 27 انا رايي 27، انا خبرتي بتقول شفت بنوتي لا ده يمكن 27 قرن الكل ماشي حضرتك. مين صح؟ الله يعمر ربنا يكرم الحاجه. خلاص، لكن الفكره نفسها انا برضه لازم نحتاج من العلم نعمل مورو ريفلكس. لو لقينا المورو موجود يبقى البيبي تجاوز ال 28 اسبوع يبقى انا صح. طب لو لقينا المورو مش موجود يبقى البيبي اللي عنده هايبوكسي اسكيميك انجفالوسي منعه من ظهور المورو وانا برضه صح. خلاص معاك ايه محمود؟ طيب شيت اللي كنت مضايق؟ طبعا يا جماعه لا طبعا لو كده يبقى انا غلط وايه؟ والشخص الثاني بقى ايه كان هذا الشخص يبقى هو ايه هو اصلا؟ اذا يا شباب بنقول ان ده ممكن يصلح بس يصلح بارشل لتحديد الجستيشنال ايج لو انت مختلف على رقم محدد. اذا ده هي السيجنفكنس اوف نيوريتال ريفلكس. تعالوا بقى نشوف مع بعض مين هي النيوريتال ريفلكس. اكتر حاجه بتيجي في الامتحانات او اللي جت في الامتحانات يعني اكتر هي النور. مين هو المور ريفلكس؟ المور احنا هنحط العيال فيتخضر. خلاص خدوا بقى الخط. خلاص اول حاجه يا شباب هل دول مرور خد العيل باي طريقه ممكنه ترفع راسه شويه وبعدين تسيبها تقع مره واحده على ايدك يقوم يعمل ايه؟ اكستنشن وابدكشن فولو اوت باي فليكشن وابدكشن الكلام ده في اقل من ثانيه فولو اوت باي الاو تراك اكستنشن وابدكشن فولو باي فليكشن وابدكشن فولو باي الاو تراك تمام؟ في طرق تانية يعمل بيها المور.
المور ممكن ان انا اعمله زي الساحر. ازاي؟ البيبي قاعد كده والملايه تحتيه، شد الملايه من تحت وهو قاعد في مكانه غير ما تقع على الارض، هيتخض برضه، حاجه تخض برضه مش كده؟ يبقى صاد المزدرور والجلاند زي ما مكتوب عندكم في الكتاب. في طريقه ثالثه خلاص بالصوت، خلاص انك تعمل صوت عالي جنبه، ترزع الباب عليه خلاص، فيقوم الواد ايه خلاص تسقف جنبه جامد زي ما انت بتقول، صوت عالي صوت مره واحده. على فكره كمان الضوء على فكره لو انت ولعت صوت مره واحده العيال بتتخض خلاص. المهم خده باي طريقه فيتخض. المورو بيظهر من ساعه الولاده اب تو الشهر الرابع الى السادس، اخر الشهر السادس. والمورو يقال فيه ما يقال في الريفلكسز عموما. يا لو جات معايا ديسكاس مورو ريفلكس يعني ايه؟ يونيتا ريفلكس والظروف ريفلكس والديز ماشي. رقم 2 سيجنيفيكانس اوف ريفلكس 1 2 3 4. رقم 3 الريفلكس بيتعمل ازاي والريسبونس والليش. اي ريفلكس الديباجه دي كلها بتتحط ديفينيشن سيجنيفيكانس والريفلكس نفسه خلاص. طيب ده المور. بعد المور يا عم تو ريفلكس في قمه الاهميه، روتينج و الروتينج ريفلكس ان انا بعمل البيبي كده وهو يعمل كده. مال السكلينج احط حاجه في بقه فيعمل ريزميك كونتراكشن. الروتينج والسكلينج ريفلكس موجودين من ساعه الولاده طبعا اب تو الشهر الثالث والبيبي صاحي، واب تو الشهر السابع والبيبي نايم. لان البيبي لما بيبقى نايم القبضه بتاعت الكورتكس بتخف على السب كورتيكال اريز، وده من رحمه ربنا ان الريفلكس يطول اكتر والبيبي نايم. عارفين ليه؟ عشان لو كان بيرضع وهو نايم يقف يرضع. يعني عيل كان بيرضع ونام وهو بيرضع يكمل رضاعه بس بشكل ايه؟ ريفلكسي. لو كان بيرضع وهو نايم يكمل رضاعه بشكل ريفلكسي. بعد 3 شهور الرضاعه ده فولنتري اكت، قبل 3 شهور ريفلكس اكت، بعد 3 شهور فولنتري وهو صح لكن هو نايم ريفلكسي عادي تمشي ريفلكس خلاص. عندي كمان الجراس ريسبونس. اه قبل ما نخلص دول السكلينج يا جماعه، السكلينج ريفلكس هو اهم ريفلكس. نورمال سكلينج يساوي نورمال سيدنس، نورمال سكلينج يساوي نورمال سيدنس، نورمال سكلينج يساوي مفيش سيبسس، نورمال سكلينج يساوي نورمال سيدنس، نورمال سكلينج يساوي مفيش سيبسس. ساعات ده ممكن يبقى مفتاح الحاله اولها واخرها في الكلمه دي. بعد كده رقم 4 ورقم 5 الجراسبنس او الجراسبنس، تحط حاجه في ايده فيقفل عليها، تحط حاجه في رجله او يعني تلمس السول اوف ذا فون فيعمل باصابعه لتحت. الكلام ده يا شباب هذه الريسبونس اللي البيبي بيعملها بتدل على ايه؟ تدل على الانتجريتي اوف ذا نيرفس اند ذيس سمول ماسلز بس. ده ملوش علاقه بحاجه ثانيه. لو انت لقيت الجراس بعد ايد اليمين مش شغال يبقى يا الانترنسك ماسلز اليمين فيها مشكله يا النيرف اللي بيديها في واحد فيه مشكله بس خلاص. اذا الجراس هو الريفلكس السيجنيفيكانس بتاعته خاصه في حاجه محدده للانترنسك سمول ماسلز اوف ذا هاند او الفوت طبعا بالنيرف السبلاي بتاعه. البالمر جراس بقى لغايه الشهر الثالث، والسوبر جراس لغايه الشهر العاشر. طبعا ده مرتع للام سي كيو مش كده؟ البالمر جراس بيخلص امتى؟ السوبر جراس بيخلص امتى؟ الحاجات دي بتسال فيها خلاص. بعد كده يا شباب عندي دور ريفلكسز فظيعه جدا. الريفلكس الاولاني اسمه ستيبنج، والريفلكس الثاني اسمه بليسنج. يعني 7 شهور ستيبنج يعني الريفلكس يستمر حتى 7 شهور والبيبي نايم. يعني هو صاحي بيختفي عند وقت، يعني لو عيل عنده 6 شهور وصاحي تلاقي الريفلكس مش موجود، لكن ونايم تلاقيه موجود. لان هو نايم الكورتكس ما بتكونش ليها نفس الافكت هو صاحي. عايز ماشي. في عندي حاجه اسمها ستيبنج ريفلكس. ايه الستيبنج ده؟ نجيب البيبي خلاص ووقف. هيعمل ايه بقى؟ ما ادهش بقى خلاص، يقوم يحاول يحرك رجله كانه بيمشي. ستيبنج ستيب باي ستيب. دهشته؟ ده البرس ست اسابيع. اللي يدهشك ان انت لو جيت تعملها بعد 6 اسابيع دي مش موجوده. يعني بعد كده كل يقدر يعمل زق الارض برجله بس. لغايه ما يرجع يتعلم المشي يعملها بولندر. يعني في الوقت ده بيحرك رجله ايه؟ ريفلكس ستيبنج ريفلكس. طيب خلينا نستندهش بقى فعلا في حاجه اسمها بليسنج ريفلكس. شوفوا بقى اللي هيحصل. رجل فين؟ فوق الترابيزه مثلا. والرجل الثانيه فين؟ تحتها. شوفوا بيعمل ايه؟
ها شوف رجل فوق الترابيزه والرجل الثانيه تحتها يقوم يرفع اللي تحتها يحطها جنبها. ها ايه رايك؟ لو مش كان مصدق واحد طب ايه مونيش في كده؟ اقول لك مونيش اللي كان ممكن يعمل ايه؟ اللي فوق يسرح تحت، لكن ان ده ريفلكس محترم فاللي تحت بيطلعها فوق وبلاش حتى تطلع فوق المحترم ده اسمه البليزنج ريفلكس موجودين لغايه بتحط ايدك هنا خلاص يقوم صعب عليك التنين تحت بس اسمها جلاس ريسبونس. بعد كده يا جماعه في عندي اربعه ريفلكسز عليهم نجمه في الكتاب، الاربعه دول بريمتيف بس مش نيونيت. ليه مش نيونيت؟ وقت النيونيت ما بيكونوش موجودين، معنى كده ان السب كورتيكال سنترز اللي بتعملهم فيري هاي محتاجه وقت اطول من السب كورتيكال سنترز العاديه. والمعنى الاهم ان لو جالك امتحان من الريفلكس مش هيتم. تاني في مجموعه من الريفلكس بتظهر بعد النيونيتال بيريود وبتختفي في وقت ما من الحياه خلاص. بما انها بتتاخر في الظهور عن النيونيتال بيريود ما ينفعش اقول عليها نيونيت، بما انها بتختفي فيما بعد فهي برضه بريمت. طب ليه ما بتظهرش في النيونيت؟ لان السيلز اللي بتعملهم محتاجه وقت اطول، يعني تعتبر هاير سيلز تعتبر قريبه جدا من الكورتكس. طيب فين هما الريفلكسات دي؟ اربع ريفلكسات موجودين بصراحه. اول ريفلكس دي اسمه تونيك نيك ريفلكس، ننصح لاي حد يجربه على اي طب في العين. تونيك نيك ريفلكس ده كاركترايزد بايه؟ بيبي نايم في امان الله لما تيجي تشوف التونيك نيك اخباره ايه؟ يقوم جاي ماسكه عامله كده كده خلاص، يقوم بيبي يعني ايه؟ تحس انه هيقع خلاص؟ تحس انه هيقع. يقع ازاي بقى؟ يقوم البيبي يعمل ايه؟ يقع الناحيه الاكستنشن والابدكشن الناحيه اللي انت لفينه فيها والريفلكشن والابدكشن الناحيه الثانيه، لان انت لويت رقبته مره واحده خلاص. ده التونيك نيك ريسبونس من ظهري ست خلاص. نعم يعني لو انت جبت واحد صاحبك دلوقتي وجيت تعمل له الريفلكس ده مش هتلاقيه موجود، جرب كده. طيب في بقى حاجه اسمها نيك رايتنج ريفلكس. كلمه رايتنج معناها التعديل، تعديل خلاص. ده احد البريمت من احد الريفلكسات البدائيه برضه. اول حاجه بقوم جاي ماسك راس البيبي كده عاملها بالراحه كده نفس الحركه بس ايه بالراحه، يقوم البيبي يقلب جسمه كله في اتجاه راسه. فايوه ايه الريفلكس كده؟ لا ما ممكن ده عيل غبي مش كده؟ هو ايه اللي اتحرك راسه بس؟ كان ايه المفروض يعمله؟ يرجعها تاني لانه عيل غبي بس فهمت كده خلاص. يقوم يفتكر ان ايه؟ ان جسمه كله هو اللي غلط راسه هي اللي صح. ماشي؟ نعمل الشهر الثالث الشهر ال 24 بعد كده يا جماعه لاندور فليكس. لاندور فليكس ده ده سريع ولا بطيء؟ بس ده ريسبونس اللي هو نايم. الريسبونس بتاع ده نعمل اكستنشن او ابدكشن، لكن ده الريسبونس بتاع فيه الجسم مع التيرننج البودي تو ذا سايد اوف ذا هيد. بعد كده بعد كده عندي اللاندور ريفلكس. ايه اللاندور ريفلكس ده؟ ادي البيبي اهو عايزين نروح نحطه على ايدي كده بس خلص الريفلكس. ايه يا بيبي؟ بالظبط يطير خلاص يجنن وات ايفر اكستنشن اوف ابدكشن الفور لمس خلاص. ده لو كان ايه؟ ده اللاند. امال الباراشوت ريفلكس بقى؟ باراشوت يعني ايه باراشوت بقى؟ تمسك العلي خلاص يحس انه ايه؟ هو زي اللاند بالظبط بس اللاند فور فور سمول ديستنس او شورت ديستنس، يوم يحس انه هيقع فيجنن قوي. هذا الريفلكس يبقى من الشهر التاسع اند بيرسيست فور لايف. الباراشوت ريفلكس موجود وبالدليل حتى مش مقتنع خلاص. طبعا ده اللي بيبان في الناس اللي بتقع من فوق خلاص بيدوا الباراشوت ريسبونس ده. وطبعا في واحد نزل له شاله يا جماعه الريفلكسات اهمها تكون خلاص. ننتقل الى الاكزام. شايفين ان انت بتقول صح حاليا زي الريفلكس الصبح تقيله.